السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم المشاهدين والمشاهدات الكرام. فيديو جديد، موديلات جداد. اللي حيرة ما عارفاش اش من لون بغات تخيط، يجد لك اللوان في هذا الفيديو. هذا تبع الفيديو حتى الاخر. اللي حيرة في الخياطة بغات شي زواق او بغات تقارني اللون لون مع اللون، يجد لك اللوان تخيري كيفاش تقارني اللون مع اللون. يجد لك جلابة بالعقيق بالشربيل ديالها، شي حاجة اخر ما كاين في الموديل ديال الجلابة، جلابة مخزانية العقيق باللوينات. هذه جلابة مضوبلة، لكمام مضوبلين بزواقة ديال البليغة، قب مضوبل مقارنية بلون الغوز. هذه جلابة بالمخ نصف طوق، شي حاجة زوينة على حسب أذواق. اللوينات زواقة مخدومة بالكرميط من الوسط. هذه جلابة بالأهرام، زواقة أهرام طوزة بكتفين، جلابة في سلطة مخزانية لون فلون. هذه جلابة بالرندة خفيفة، رندة بالقميص، رندة رقيقة توب جوهرة. اللون الآخر رندة عريضة شوية والدريس، شي حاجة زوينة. اختاري الزواقات واختاري اللوينات ومشيتي عند الخير. الخير الشديد هذا بالترس الجنوب.